كاتو يا شيخ، ما حكم رفع الرؤوس الشعر كأسنمة البخت سواء حتى في المناسبات أو التسريحات أو أمام الزوج؟ أتعجب والله. أمس كنت في لا قبل يومين حتى أكون صادقا، رأيت امرأة طوابق كأنها يعني تحتاج إلى مصعد لتصل إلى الرأي. يعني الله سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم جعلك علامة من علامات الساعة، أما تتقي الله؟ أولئك النسوة رؤوسهن كأسنمة البخت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنك أنت علامة من علامات الساعة، علامة سوء ليست علامة خير. فأنت كيف ترضين على نفسك أن تكوني علامة من علامات الساعة؟ لمن هذه؟ والله أتعجب من النسوة اللواتي يخرجن من المنازل رؤوسهن كأسنمة البخت، كأنه جبل أحد على رأسها. الزوج ما يراها، الأخ ما يراها، هي نفسها ما تتقي الله. أنا حينما أقرأ شرط من أشراط الساعة ثم أضعه على نفسي ويكون يعني شرط سيء، أخاف أكون أنا علامة دلالة على الشر. فكيف ترضين أنت؟ سواء انتهى، لا حفلة ولا مناسبة ولا للزوج حتى. رؤوسنا كأسنمة البخت لا يجوز، كالنمص حتى للزوج ما يجوز، لأن الأمر من الله حتى للزوج. لو أمرك لا تنفذين. لماذا؟ لا تقولي جمال للزوج كما يخرج بعض هداهم الله، لأن هذا الدين قويم لا اعوجاج فيه. فجاء النهي بكل شيء، فعلى ما تزايدي على ربك سبحانه وتعالى الذي خلقك قال لا أريد منك هذا. فعلى من تعاندي أنت؟ أنت من تعاندي؟ نحن الآن في عصر يعني نساء يتمرد صراحة، رؤوس أسنمة البخت حرام، خلاص سمعا وطاعة حرام. هل هذا يأتيك بالزوج؟ لن يأتي بالزوج. هل هذا سيأتي بالمال؟ لن يأتي بالمال، لن يأتي إلا باللعنة، لأن الله جل لعنهن من فوق 7 سماوات. فسمعا وطاعة لله رب العالمين، اصنع الشيء خيرا في حياتك. فنحن لسنا بقيام ليل ولسنا بصيام نهار، عطور وبخور وغيره، فاصنع الشيء. أن أترك هذا لله، انظري ماذا تعويض الله عز وجل، ماذا سيعطيك من التعويض؟ لا أحد يراهن على ربه سبحانه وتعالى، رب كريم معطاء. نهى، إنما نهى لك لحكمة، يكفي من الحكمة أنك إن أطعت تدخلين الجنة. نسأل الله عز وجل أن لا يبتلي. Thank you.